بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: الكلام وما يتألف منه، كلامنا رب مفيد كالسقم غصن وطير ثم حرف الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا من أشهر النحات، هو ما اجتمعت فيها الشروط أن يكون لفظا مركبا مفيدا موضوعا، ذكر بعضها الشروط وترك بعضها اتكالا على المثال. قال: كلامنا لفظ مفيد استقم مركب، لفظ مركب مفيد موضوع. الكلام في اللغة اسم لكل ما يتكلم به، ويدخل فيه لسان الحال، ويدخل فيه الإشارة، ويدخل فيه حديث النفس. لكن الكلام عند النحاة ما اجتمعت فيها الشروط أن يكون لفظا مركبا مفيدا موضوعا فائدة يحسن السكوت عليها. لا يقال الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، لا يقال هذا، لا يجهل أحد. ومن ذلك قول أبي سدون المغربي: إذا ما الفتى في الناس بالعقل قسما فيقن أن الأرض من فوقها السماء. هذا لا يجهل أحد، وأن السماء من تحتها الأرض لم تزل، وبينهما أشياء متى ظهرت ترى. هذا لا يجهل أحد. وإني سأبدي بعض ما قد علمته ليعلم أني من ذوي العقل والحجاب، فمن ذاك أن الناس من نسل آدم، ومنهم أبو سودون وهو نفس الشخص، ومن أبو سودون أيضا ولو قضى، وأن أبي زوج لأمي، وأنني أنا ابنهما، والناس قد يعلمون ذا. هذا كله لا يوجد. والله هذا ما قولي كلام يا رسول كالساقين. قال أحمد: هذا هو الكلام. ما الكلمة؟ تفضل. بالنسبة لنا، هل تدخل كتابة في تاريخ اللغة؟ كتابة؟ الله أعلم. لا، كل ما يتكلم به. يدخل في حديث النفس والإشارة. كتابة؟ لا أجزم بشيء فيها. قال أحمد: الله والكلمة اسم جنس جمعي ويطلق على الاسم والفعل والحرف. اسم الجنس الجمعي، ما كان الفرق بين مفرده وجمعه بالتاء. إذا انتهى بالتاء كان مفردا، وإذا حذفت من التاء صار جمعا. إذا زاد مبناه قل معناه، وإذا قل مبناه زاد معناه. شجر كثير، وشجرة مدلولها شيء واحد. أما اسم الجنس الإفرادي فهو يطلق على الكثير والقليل بلفظ واحد. ما يطلق على الماء الكثير وعلى القليل. هذا ما نقوله. والكلم اسم وفعل وحرف. نعم. قال رحمه الله تعالى: واحده كلمة والقول عام. واحد الكلمة كلمة، والقول يعم الجميع، يعم الكلام والكلمة والكلمة. الكلمة قول دل على معنى مفرد. كلمة بها كلام قد يؤم، قد يقول المتكلم كلمة ويقصد كلاما كثيرا. وكلمة بها كلام قد يؤم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاق ولبي: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. إشارة لقوله تعالى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. أنا قوله: وكلمة بها كلام قد يؤم. أقرأ بالجر والتنوين والنداء وألف ومسند للإسم. يعرف الاسم بالجر، والجر لا يكون إلا في الأسماء، والجر إما بالإضافة أو بحرف الجر أو بالتبعية، واجتمعت ثلاثة في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، والتنوين نون ساكنة تلحق آخر اسم باللفظ لا بالخفض، كزيد وبكر وعمر. ويقسمون التنوين الدال على الاسمية إلى أربعة أنواع: تنوين التنكير نحو صهن يدخل على المبني فيصير نكرة نحو سيبويه، ليس سيبويه العالم المعروفة. وتنوين التمكين يدل على أن الاسم معرب ومنصرف متمكن باب الاسمية، لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، ولم يشبه الحرف فيبنى. وتنوين المقابل وهو في جمع النون السالم لمقابلة النون في جمع النكر السالم: قانتات تقابل النون في قانتين، وهكذا بقيتها. وتنوين العوض يعوض به عن حرف نحو جوار وغواش، ويعوض به عن اسم نحو كل يعمل على شاكلة كل شخص، ويعوض به عن جملة نحو
ويومئذ يفرح المؤمنون، يومئذ ينتصر الروم على الفرس. وقد يعوض به عن جمل كقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، فإن التنوين فيها عوض عن ثلاث جمل، يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض الأثقال وقال الإنسان ما لها. أنا قوله وبالجد والنداء، النداء مثل يا زيد يا عمرو. أما قولهم يا ليت، قال بعضهم أن منادى محذوف أو أن يا للتنبيه وليس للنداء، فلعلها الأرجح. هذا قوله بالجد والنداء وأل كذلك بجميع أنواعها، سواء كانت موصولة كالضارب المضروب أو عهدية أو كانت التعريفي، كل هذا تدل على الاسم والنداء وأل. وهي بلغة الحمير أم ومسند للاسم تميز حصل يعرف الاسم ويحصل تعريف في هذا. قال رحمه الله بتافع أنت وأل يعرف الاسم كذلك بالحديث عنه، لا بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند مهمة جدا. مسند كذلك يعرف الاسم بالمسند، إذا وجد مسند فإن المسند إليه اسمه. إذا قلت قمت تعرف اسمية التاء بوجود المسند وهو قام، لأن قام مسند. ويقول أنا مؤمن تعرف اسمية أنا بقولك مؤمن، لأنه لا يسند إلا الاسم. الكلام ثلاثة، الاسم يسند ويسند إليه، والجعل يسند ولا يسند إليه، والحرف لا يسند ولا يسند إليه. ومسند للاسم تميز حصل أقرأ. يعرف الاسم بوجوده على الأوزان العربية، أوزان الأسماء في العربية 20، منها 10 للثلاثي و6 للرباعي و4 للخماسي، يعرف بوجوده على الأوزان العربية المعروفة. وكذلك بوقوعه مفعولا أو بعود الضمير عليه. يقولون أخص علامات الاسم هو الإسناد، أكثرها فائدة الإسناد. قولك أنا لا تقبل التنوين ولا النداء، فيقال يا أنا، الضمير لا ينادى، فأكثر علامة الاسم فائدة الإسناد. رحمه الله بتا فعلت وأتت ويفعلي ونوني أقبل، يعرف الجعل بهذه العلامات، بتاء فعلت وهو تاء الفاعل، فعلت وفعلت وفعلت فعلت، وأتت تاء التنوين الساكنة، قامت وقعدت. هذه العلامات لا تدخل، هذه الأدوات، هذه العلامات لا توفر لها في الجعل. يفعلي ياء المخاطبة، ولم يقل ياء الضمير، لأنه يدخل فيها ياء المتكلم، وهي تتصل بالفعل والاسم الحرفي. قال ويفعلي، يفعلي ياء المخاطبة تتصل بالمضارع وبالأمر. ونوني أقبل، أن نون التوكيد خفيفة وثقيلة، كذلك من علامات الجعل، لا تدخل لها على الجعل. وشذ قولهم أقائل أحضر الشهود أشاهرن بعدنا السيوف. نعم. قال رحمه الله سواهما الحرف كهل وفي ولم، سوى الاسم والجعل الحرف. كهل هي حرف مشترك ودخولها على الأفعال أكثر، وفي ولا تدخل إلا على الأسماء، ولم لا تدخل إلا على الأفعال، مثل بحرف مشترك وهو هل، وبحرف مختص بالأسماء. والأصل بالحرف إذا اختص بمكان أن يعمل فيه، في تتص بالأسماء تعمل فيها الجر، لم تتص بالأفعال بفعل المضارع تعمل فيها الجزم، وهل حرف لا يعمل بأنه المختص. قال فعل مضارع يلي لم كيشم، يعرف المضارع بقبوله، يعرف المضارع بقبوله لم، كقولك لم يشم، يقال فيها لم يشم ويقال لم يشم، بابها نصر وبابها فرح. رحمه الله وماضي الأفعال بالتاء مثل، يعرف الماضي بالتاء، قوله بالتاء العهدية في التاء، التاء التي أشرت إليها وهي تاء الفاعل وتاء التنوين الساكنة. وبهذا رد على من قال إن نعمة وبئس ونعمة وبئس اسمان، وأن عسى وليس حرفان. ورد بأن الأربعة تقبل إما تاء التنوين وتاء الفاعل أو تقبل تاء التنوين، نعمة وبئس لا تقبل تاء الفاعل، ولكنها تقول تأثنين تقول نعمة وبيست. نعم. قال بالنون فعل الأمر إن أمر، يعرف الأمر بقبول نون التوكيد إن أمر فهم، إذا دل على الطلب، ولا بد من إضافة شرط آخر أن يدل على الطلب بغير لام الأمر، فإن دلت الكلمة على الطلب بلام الأمر فهي فعل مطالب. ماشي. وسن بالنون فعل الأمر إن أمر فهم أقرأ. قال والأمر إن لم يكن للنون محل، الأمر إذا لم يكن في محل النون فهو اسم،
ومن دقته رحمه الله قال اسم حتى يشمل اسم الفعل والمصدر. ضربا زيدا كلمة دلت على الطلب ولا تقبل من التوكيد، فهي اسم لكنها مصدر. صه دلت على الطلب بغير لام الأمر ولا تقبل من التوكيد، فهي اسم فعل. وبالملك أطلق قال اسم، والكثير لم ينتبه لهذا، يقول هي اسم فعل وهي يدخل فيها المصدر. مرحبا يا جماعة، حياك الله. مرحبا. والأمر إن لم يكن النوني محل فيه هو اسم النحو صهوة حي بقي علينا. الواحد يعدي من العاجز ويضع مصدر مثلا حي لا تعد شيئا، هذا ليس إليك، سوف يأتيك في المنتدى. قال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل زنف فزيد استغني عنه. قال بعضهم وفي جواب كيف زيد قل سلم فزيد استغني عنه إن علم، لكن هذا نقول بقي عليه كذلك. إذا دلت الكلمة على الفعل الماضي ولم تقبل علامته هي اسم الفعل الماضي، إذا دلت على الفعل المضارع ولم تقبل علامته فهي اسم فعل المضارع. قال بعضهم وما يوراك الفعل معنى وانخزل عن شرطه اسم النحو صهو حيهل. أصلح ابن غازي المغربي قال وما يكن من هذه غير محل فاسم كهيها توي وحي اهل. هذا تعد قاعده زياده في المنه زياده في المعنى. نعم صح. تعم شيخ. نعم. شيخ منها الا اسم ايوه صح.